أحبائي الطلاب، أهلنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. كثير مبسوطة لانضمامكم للمنظومة القطرية، بتتابعونا وبتستفيدوا من دروسنا. معكم معلمة فهيمة أبو زيد من دير الأسد، معلمة رياضيات بمدرسة شعب باء، ومرشدة في لواء الشمال بالرياضيات. أهلا وسهلا فيكم. شوف اليوم شو بدنا نحضر، اليوم شو بدنا نتعلم؟ نتعلم اليوم عن حل أحاجي. اليوم بدكم تصيروا تعرفوا كيف تحلوا أحاجي. نتعلم معادلات بالجماع. بدي أسألكم أسئلة، عشان أنتوا تحلوا هاي الأسئلة لازم أنتوا تحلوا معادلات بالجمع. بدنا نلخص الدرس ونعطي مهام للتدريب. يلا شو بدنا نحضر معنا؟ لازم يكون معنا دفتر اللي يكون فيه مربعات عشان أعرف أحسب بيه، لازم يكون معي قلم، لازم يكون في عندي عدة الكتابة، محاي، براي، مسطرة، أي إشي أنا بقدر أستحقه للكتابة. 30 دقيقة عبين تحضروا بعطيكم تحضروا. يلا نبلش. شوف أول أحجية. قبل ما نشوف الأحجية بنعطيك مثل بالرياضيات. في الرياضيات لا ننام لنحلم، بل ننام لنفكر. طيب هاي مقولة بالرياضيات حلوة، احفظها. عندي مسألة حسابية، مثلث زائد مخمس يساوي 15. حسب رأيكم هذا السؤال هل لديه جواب واحد أم أكثر من جواب، أو لا يوجد له أجوبة؟ فكروا معنا، شوف كم جواب في لهذا السؤال. جواب الأول ممكن يكون المثلث 10، ممكن يكون عند المخمس 5، 10 زائد 5 يساوي 15 مع أول حل. ممكن يكون عندي 3 زائد 12 يساوي 15، يعني المثلث 3 والمخمس 12 كمان حل. هل 3 زائد 12 يساوي 15؟ نعم. ممكن يكون عندي 9 زائد 6، 9 المثلث و6 المخمس، 9 زائد 6 يساوي 15 كمان حل. صرنا 3 حلول. ممكن كمان حل يكون عندي المثلث 0 والمخمس يكون 15، 0 زائد 15 يساوي 15. لذلك هناك أكثر من حل لهذه المسألة. في بعد ممكن يكون عندي 14 و1، ممكن يكون عندي 12 و3 حكيناها، ممكن يكون عندي 13 و2، في عندي كثير حلول بقدر أحلها. طيب شوف مسألة ثانية، عندي مثلث زائد مخمس يساوي 15. ما هو مجموع مخمس زائد مخمس يساوي 8؟ ما هي قيمة المثلث وما هو قيمة المخمس؟ دقيقتين معكم تفكروا، أكيد بتعرفوا وأكيد أنتوا شاطرين. يلا بلش مع بعض. Thank you.
السؤال اللي قبله مثلث زائد مخمس كان يساوي 15. لقينا انه في عندي اكثر من حل، ولكن بهذا السؤال انتبهوا زدنا اخرى اشي، اخرى معلومة، مخمس زائد مخمس يساوي 8. لذلك المخمس الواحد قد بده يساوي 8، كم زائد كم يكونوا متساويات يساوي 8، معناته 8 قسمة 2 يساوي 4. بدنا نعوض 4 بالمخمس الأول، بصير عندي كم زائد 4 يساوي 15، لذلك المثلث يساوي 11، 11 زائد 4 يساوي 15. هاي النوعية من الأسئلة في إلها فقط جواب واحد، فقط جواب واحد. الأسئلة اللي قبلها كان عندي عدة أجوبة وكلها صحيحة، ولكن هون كان عندنا بس فقط جواب واحد. يعني من هون تعلمنا أنه في عندنا أسئلة إلها أكثر من جواب، في عندنا أسئلة اللي إلها جواب واحد فقط. طيب كمل مع بعض. عندي إسا مسدس زائد هذا اسمه شبه منحرف يساوي 17، شكلين مختلفين يساوي 17. عندي أنا إسا مسدسين زائد شبه منحرف يساوي 20. هل لهذا السؤال في أكثر من حال ولا له حل واحد؟ انت فكر، معك دقيقتين وبرجع لك، اكيد انت بتعرف الجواب. يلا يلا السؤال اللي قبله كان في عندنا أكثر من حل. هات نشوف هذا السؤال، مسدس زائد شبه منحرف شكلين مختلفات يساوي 17. كيف بدي أحله هون؟ في عندي مسدس زائد مسدس زائد شبه منحرف، كيف بدي أعوضه؟ نشوف كيف عملته. بالسؤال الأول عندي مسدس زائد شبه منحرف يساوي 17، نفس الشكلين في عندي بالمعادلة الثانية كمان مرة، مسدس زائد شبه منحرف، يعني في عندي بس مسدس زيادة كمان. شو بعمل؟ بعوض بالمسألة الثانية، بدل مسدس وأخرى شبه منحرف كمان مرة 17. شو بدي يطلع لنا؟ هذول 17، معناته كم زائد 17 يساوي 20 حسب رأيكم؟ كم زائد 17 يساوي 20؟ نعمل 20 ناقص 17، قد بدي يطلع عندي المسدس الواحد؟ بدي يطلع 3. من بدي عوض بالمسألة الثانية محل المسدس 3، شو صار عندي؟ 3 زائد كم يساوي 17؟ 3 زائد كم يساوي 17؟ كلكم بتعرفوا 14، معناته صار 3 زائد 14 يساوي 17، معناته تحت بدي أحط كمان 17. المسألة الثانية، سعر موزي واحدة زائد تفاحة واحدة هو 5 شواكل، سعر تفاحتين يساوي 4 شواكل، ما هو سعر الموزة وما هو سعر التفاحة؟
اكيد انتوا تمكنتوا وتمرنا، يلا معكم اخرى مره دقيقتين، بس انتوا صرتوا اشطر، تمكنتوا اكثر، يلا مع بعض دقيقتين. هذا السؤال هونت عليكم شوي. عندي تفاحة زائد تفاحة يساوي 4. طيب تفاحة زائد تفاحة يساوي 4 شكلين. التفاح الواحد معناته عبارة عن 2 شكل. طيب شو أنا لازم أعمل بهاي 2؟ تطلع المعادلة الأولى، عندي الموز زائد تفاحة يساوي 5 شكل، معناته أنا بدي أعوض بالتفاحة هناك أحط 2 شكل، بصير موزي زائد 2 شكل يساوي 5 شكل. معنى الموزة قد بده يكون سعرها 3 شيكل، معناته التفاحة سعرها 2 شيكل والموزة سعرها 3 شيكل. هويني صارت المسائل، أكيد صرتوا أنتوا تعرفوا تحلوها. طيب أخرى مرة، سعر فنجان من القهوة وكعكة واحدة 11 شيكل، سعر كعكتين معا 8 شواكل، ما هو سعر الكعكة الواحدة وما هو سعر فنجان القهوة؟ أكيد صرتوا تعرفوا وانتوا شاطرين، يلا ننحل قصة مع بعض، بديش أنبرز لكم ولا بإشي، لحالكم بكو تعرفوا أبطال، يلا مع بعض.
يلا. الكعكتين حقهن 8 شيكل. الكعكة الواحدة حسب رأيك شو بده يكون؟ كعكة زائد كعكة يساوي 8 شيكل. طيب كيف بدي أعمل؟ شو هون المسألة اللي أنا بقدر أعملها حسب رأيكم؟ بقدر أنا أعمل إنه الكعكتين متساويات، يعني كم زائد كم يكونوا متساويات؟ شو هن العددين اللي أنا بجمعهن بيطلعوا 8؟ أكيد بتعرفوا؟ أكيد 4، من 4 زائد 4 يساوي 8. أكيد 8. في حل غير هذا الحال؟ في غير عددين متساويين بجمعهن بيطلعوا 8؟ لا، بس 4 زائد 4 بطلع للمعادلة الأولى. فنجان قهوة زائد كعكة اللي ثمنها 4 شيكل يساوي 11. معناتها قديش ثمن فنجان القهوة؟ شو بدنا نعمل؟ العملية الحسابية اللي لازم نعملها، لازم نعمل عكس الجمع طرح. معناته أنا بدي آخذ حاصل الجمع وأطرح منه واحد من المضافين. 11 ناقص 4 يساوي قد بدي يساوي؟ تشوف مع بعض، سعر الكعك الواحد بدي يطلع 4 شواكل، سعر فنجان القهوة بدي يطلع 7 شواكل. 11 ناقص 4 يساوي 7. طيب آخر سؤال، أكدين تستنوا؟ يلا مع بعض نشوف. سعر قلمين ومبرا 11 شاكل. سعر مبراتان هو 10 شواكل. ما هو سعر قلم الرصاص وما هو سعر المبرا؟ أبطال الأعزاء، أحباء الطلاب، أكيد أنتوا صرتوا بتعرفوا. بتعطيكوا دقيقتين وأرجع لكم، كل واحد منكم بده يفحص جوابه مع الجواب اللي بده يطلع. يلا معتكم دقيقتين. دينا باب الطلاب. يلا، مبرا زائد مبرا يساوي 10 شكلين. 10 شيكل حق المبراتين، حسب رايكو كم زائد كم يساوي 10؟ كم زائد كم يساوي 10؟ هويني هذا السؤال. طبعا لانه 5 زائد 5 يساوي 10، لأن المبرا الواحدة ثمنها 5 شواكل. اكيد طلع الجواب معكو هيك. طيب بدنا نطلع فوق، بدنا نحط بالمعادلة قلمين رصاص ومبرا يساوي 11 شيكل. يعني بدي احط 5 محل المبرا. 5 بده يكون قلمين زائد 5 يساوي 11 شيكل. 11 ناقص 5 قد الجواب؟ 11 ناقص 5 يساوي 6.
ستة هذول حق ايه؟ حق القلمين صح؟ من القلم الواحد قد بده يكون سعره؟ بده يكون سعره 3 شواكل، 6 القلمين، القلم الواحد كم زائد كم يساوي 6؟ 3. سعر قلم الرصاص 3 شواكل، سعر المبرق 5 شواكل. هنا صارت عندنا المسائل فيها تحدي أكثر، صار في عندي بدل شيئين مع بعض يساوي عدد، صار معي 3 أشياء. بس هذيك 3 أغراض أنا بقسمها بعد ما أنا لقيت مبرا زائد مبرا يساوي 10 شيكل، المبرا الواحدة 5، عوضت 5 طلع الجواب معي 6، يعني صار عندي قلمين رصاص زائد 5 يساوي 11، 11 ناقص 5 يساوي 6، 6 هذول القلمين، فأنا لازم أقسم 6 على 2. صار عندي القلم رصاص 3 زائد 3 زائد 5 اللي هو بيساوي 11، معناته حلي صحيح. وانتو هيك كان حلكم؟ قارنوا اكيد صح. يلا حطينا محل المبرأة 5، محل القلمين 6، معناته بيطلع 11. كمان سؤال، تحب الموز تحب البرتقال؟ عندك سعر موزتين وبرتقالة واحدة يساوي 17 شيكل، سعر 3 برتقالات يساوي 9 شواكل، ما هو سعر الموزة وما هو سعر البرتقالة الواحدة؟ انتبهوا، كسروا المسائل، لسا انتوا صرتوا أبطال، كل ما ضربتوا أكثر كل ما صرتوا. سعر 3 برتقالات يساوي 9 شيكل، سعر موزتين وبرتقالة يساوي 17 شيكل. تفضلوا حلوا، بس هاي المرة لأنه كبرت لكم السؤال حطيت لك 3 دقايق. يلا بدك تقارن جوابك مع جوابي آخر إشي، وأكيد بده يطلع صح. بلش مع بعض. يلا، موزتين وبرتقال يساوي 17 شيكل،
ثلاث برتقالات يساوي 9 شيكل، ما هو سعر الموزة الواحدة وما هو سعر البرتقالة الواحدة؟ هات نشوف، منين بدنا نبلش؟ من موزتين وبرتقانة ولا من 3 برتقانات؟ إذا أنا بدي أبلش بالأولى، ساعتها بدي أقول الموزة قديش سعرها. في عندي كثير احتمالات زي الأول، أول تمرين حليناه. فترجع على المعادلة الثانية، عندي 3 أعداد، أنت بتعرف إنه في 3 أعداد جمعهم يطلع 9 شيكل، 9. شوف هن الأعداد اللي عدد زائد عدد زائد عدد يساوي 9، فكر مع بعض، 3، 3 زائد 3 زائد 3 يساوي 9. نعم، لذلك بعوض بدل البرتقالة 3، صار عندي موزتين زائد 3 يساوي 17. من أنا أسا بقدر أعرف ما هو سعر الموزة الواحدة؟ طبعا 17 ناقص 3 يساوي 14. ال14 هذول هن الموزتين. من الموز الواحدة قديش؟ فكر مع بعض، الموز الواحدة تساوي، قلنا البرتقال 3 شيكل، الموزتين مع بعض يساوي 17 ناقص 3 يساوي 14، الموزتين معنا 14 على 2 يساوي 7 شواكل. البرتقال الواحدة طلعت 3 والموزة طلعت 7، 7 زائد 7 يساوي 14، 14 زائد 3 ويساوي 17. هيك طلع معك الحل؟ اللي طلع معي هيك الحل كثير رائع، اللي لا حضرت له كمان مسألة. يلا مع بعض نشوف هالمسألة. سعر دفترين ومسطرة واحد هو 19 شيكل، ما هو سعر مسطرتين هو 6 شواكل؟ مستر دفترين ومسطرة 19 شيكل، مسطرتين 6 شواكل، ما هو سعر الدفتر الواحد وما هو سعر المسطرة الواحدة؟ أخرى مرة، يلا 3 دقايق نبلش. طيب
سعر دفترين ومسطرة واحد هو 19 شيكل، سعر مسطرتين هو 6 شواكل. أنا شو بدنا نعمل؟ المسطرتين 6 شواكل، معناه المسطرة الواحدة قدي يساوي 3 شواكل، معناته سعر دفترين ومسطرة 3 زائد كم مرتين يساوي 19، 3 زائد العدد مرتين يساوي 19، معناته قدي بده يكون العدد مرتين؟ بدنا نعمل 19 ناقص 3، 19 ناقص 3 يساوي 16، الدفترين 16، معناته الدفتر الواحد 16 بده يكون قسمة 2 بده يساوي 8، 16 قسمة 2 يساوي 8، معناته سعر الدفتر الواحد 3، سعر الدفتر 8، وسعر المسطرة 3. هيك طلع معك الجواب. أخرى مرة، سعر الدفتر 8 شواكل وسعر المسطرة 3 شواكل. هيك طلع معك الجواب. أكيد يا أبطال الحساب رائعين، نكمل مع بعض أو نشوف. تعلمنا اليوم كيف نحل مسائل كلامية بمساعدة معادلات جمع. حلينا السؤال الأول عن الأقلام والمباراة، حلينا السؤال الثاني عن الكعك والقهوة، حلينا عن الفواكه موز وبرتقال وتفاح. طيب ننطيكو إسا مسألة للتدريب. في عندي مسألة تحدي، سعر موزة واحدة وتفاحة واحدة 7 شواكل، سعر موزة واحدة وتفاحتين هو 10 شواكل، ما هو سعر الموزة الواحدة وما هو سعر التفاحة الواحدة؟ على حسب هذا المثال انت بدك تكتب مسألة كلامية مشابهة وتحاول تحلها. هالمرة اعطيتك كمان مرة 3 دقايق لانه في عندك هون كتابة مسألة، اكيد انت تدربت بعد ما حلينا مسائل مشابهة. يلا بدنا نبلش مع بعض. Thank you.
اهلا احبائي الطلاب، اكيد حليتوا، اكيد استفدتوا اليوم، الف عافية، ابدعتم، شكرا لكم على المتابعة، على امل ان القاكم في دروس آتية، تابعونا واستنونا، الى اللقاء.